إذا دخل شهر رمضان يتقللون من كثير من الأعمال الدنيوية، ويجعلون الكثير من الوقت للجلوس في بيوت الله، يتلون كتابه ويقولون نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، لأن الشيطان له مداخل على الناس، وخاصة عند صومهم وفي حال صومهم يزين لهم ما يفسد هذا الصوم أو يجرح هذا الصيام من الغيبة والنميمة وغيرها أيضا، خاصة ما ابتلي الناس به في هذا الزمان من النظر إلى الجوالات وغيرها، والتي تبث بعض المقاطع التي تجرح الصيام. تجدهم أيضا في رمضان يحضرون المصاحف، مصاحف خاصة لهم، تجدهم يتدارسون القرآن بينهم، وكانوا يحفظون الأوقات ويستغلونها ولا يضيعون شيئا منها ولا يفرطون بشيء من هذه الأوقات. كانوا يحفظون الأوقات سواء في الليل أو في النهار.